مشاهدينا، وقت قلت عن بروجرامنا اليوم او عن البرنامج بام تي في الايف انه جريء رح يكون اكيد، لانه قصدت انه رح نبقى عم نعالج امور صراحه كثير جريئه. مشان هيك انا اليوم بستقبل الشيخ الدكتوره غنى حمود رئيس جمعيه الغنى الخيريه، واكيد الانسه حنين فرشوخ، لنحكي عن موضوع كثير مهم اللي هي اعطاء الام الجنسيه لولدها من خلال جمعيه الغنى. يا رب، يعني نحن منبذر إمتى الحصاد الله أعلم، بس الإنسان لازم يسعى بالخير، لأنه خير الناس أنفعهم للناس كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والخير بيرجع لك. يعني الإنسان عم يعمل لحاله خير. أنا لبنانية صحيح، وبنتي لبنانية حنين فرشوخ، بس أنا عم بعمل هالمظاهرة وعم بعمل هالشي واشتغلت لأنه عم بسمع صوت النساء المعذبات، النساء اللبنانيات عولادهم، ما قدرت ما أتفاعل. طيب هيدا السبب اخذكم بركه للمبادره. انا بكل صراحه بتابع الموضوع من زمان، وسؤال انا دائما كمواطن او متفرج اذا بدك على التلفزيون عم بحضر، في سؤال دائما انا بشوفه انه كثير هين نعمل قانون لاعطاء الجنسيه الام لولدها، لكن شو العائق؟ ليه بنشوف انه ما عم نبرم بمحلنا بهذا الموضوع؟ يعني اليوم نحن شو السبب؟ انا بقول ما في ولا سبب الا سياسي، بس شيء سياسي يعني. طب لانه ما بعرف، انا ما عم بستوعبهم كمان بهالموضوع، لانه عم يعطوا، اذا كان رجل تجوز وحده سوريه او عراقيه او مصريه او اي امراه، بيعطوها الجنسيه بعد سنه سنتين ثلاثه. طب احوي هي زودوا الناس الغرب على لبنان. مزبوط مزبوط ولا لا؟ طبعا انا لبناني، يعني ديموغرافيا ما حسيت انه لها تاثير كثير كبير، لانه منشوف مشاكل، يعني قديش عيال انسلخت، قديش اولاد ما بيقدروا يقعدوا بلبنان لانه ما عندهم اقامه بكل بساطه، والدتهم لبنانيه ما فيها تترك لبنان، فعم نشوف كثير مشاكل كبيره. بدي اتوجه لانا الانسه حنين، عملتوا ايفنت كثير كبير اجى عليه فوق الألف شخص باثنين تموز الماضي، كيف حضرتوا لهالايفنت وشو كمان؟ بعتنا لكل الجمعيات بلبنان انه بليز وانفيتيشنز، تعوا ساعدونا، تعوا يعني وقفوا معنا بهيدي البروتست، بس ما لحدا تجاوب. ما حدا تجاوب، بس الحمد لله فوق انه ما حدا تجاوب، فوق الألف حدا اجا. كان الحضور من مين اكثر شيء؟ من الناس المتضررين من عدم استحصال على هيك قانون او من هو اجمالا نحن بالجمعيه مشكل عظيم، في كثير لبنانيه، بس في كمان سوريه، في مصريه، في فلسطينيه، في كل الجنسيات، بس الاغلبيه لبنانيه. كل اللبنانيه شاركوا مع اخواتهم، يعني نحن ما بدنا نحكي القران نقرا قرايه، نحن بدنا نطبقه، بدنا نطبق اكيد التعاليم الدينيه، يعني كل التعاليم الدينيه اذا كل واحد بيطبقها كثير منيح، هذا هو تعليم السما يعني. فلما نحن، انا هيدي السوريه عم تقول لي انا بدي لابني جنسيه، وهيدي عم تقول لي انا بدي لابني المصريه، لابني المصري جنسيه، لحالنا كلنا دفع عنا بجمعيه الغنى ونزلنا على الشارع نساعدهم، لانه النبي محمد عليه الصلاه والسلام قال اذا بدي انا اعتكف بجامعه شهر اقعد صلي لله واتعبد ليل نهار بقلب الجامعه، لا احسن لي روح شوف حاجه اخوي بالانسانيه واعطيه حاجته. انسانيا نكون حاضر اكيد، يعني هذا بينفعني الي انا اذا اعتكفت بالجامع ببيت الله. لا، قال لك لا، ما بدي النفع لازم يكون للعالم، خير الناس صحيح. انفعهم للناس. ونزلنا صور كمان على الصفحه البيج تبعتنا على الفيسبوك، الغنى لافلي لاف اوكي، تبعت المظاهره تبعت المظاهره، انا اكيد رح اطلع عليها لانه بقلك موضوع كثير مهم. طب المشاكل اذا بدك مش بس العائليه، المشاكل الاجتماعيه اللي عم تنتج من وراء هالشيء، كيف فيك تلخصي لنا اياها للمشاهدين يعرفوا يشوفوا قدامهم اذا عندهم مثلا حدا بيعرفوه ممكن يكون بهالمشكله؟ بكفي نفسيته، بكفي نفسيته لما بيجيب، لما امه بتجيب العامله من برا تساعدها بالبيت، تعمل لها اقامه، وهو ابنها كمان بدها تعمل له اقامه، هي وحده. وحده ثانيه كره حاله بلبنان انه انا مش منبوز، هاجر ما بقى بده لبنان، بعدين بالجامعات رايحه حقوقه بالجامعات ما بيعطوه حق يتسجل مثل اللبناني بالجامعه اللبنانيه الرسميه، نعم. لما بده يكتب عقار او يكتب شركه او كذا كله دبل بياخذوا منه، يعني على طول عم يدفع على حاله لانه هو مش كانه لبناني، ما كانه مسجل كلبناني. نعم يعني كانه عم يدفنوا هالجنسيه هالطفل مثل ما كانوا يدفنوا المراه من 1500 سنه، كانوا يدفنوها تحت الارض، هلا عم يدفنوا جنسيه ابنها، هذا دفن للمراه كمان، الام صحيح. عم تزعل على ابنها، يعني نحن بلبنان عم نرجع مثل 1500 سنه لورا ومش عم نساعد المرأة، بنحكي بالمساواة، بس المساواة تكون بالإنسانية وإعطاء الجنسية يعني وطنيتها للمرأة، يعني تكون لأبنها.
طيب. دميتي ودميتوا واحد. هيدي اذا بدك بالمشكله الكبيره حق الانسان او حق الانسان بالحصول على جنسيه اذا بدك والدته او وطنه الام او يلي بدك تسميها. ولكن بدي اعرف منك شوي كمان لعرف المشاهدين المشاكل الاجتماعيه، يعني سلخ الولد عن امه مثلا، وانا هون بدي اقول بركي لحديد 18 سنه بكون بحق له يكون يعني مثل بيطلع له اقامه، بركي بعد 18 سنه ولا انا غلطان؟ كيف هي؟ بدي اقول لك شغله بتضحك. هلا الولد الغير الشرعي بياخذ جنسيه امه. اوكي اوكي. ابن الحلال ما بياخذ جنسيه امه. يعني شوف قديش في تناقض ب بس باي عمر؟ باي عمر يعني اليوم الولد ابدا الولد خلق قالت له انا ما في ابني مش عارفه من مين، بيعطوه جنسيه امه اللبنانيه. ابن الحلال ما بتعطوه جنسيه، يعني في تناقض وتمييز وما في مساواه يعني بهالموضوع. وبتفرق شيء. وبعدين الطفل عم يهاجر او الام، انا اذا كنت اخذي واحد مثلا فلسطيني او مصري او كذا، بسافر على امريكا بجيب جنسيه لابني بنفس السنه اللي بيولد فيها ابني، يعني هذا كمان تبذير للمال، هذا للاقتصاد، لانه عم يظلموني، بيصيروا بيظلموها للمراه اللبنانيه اذا ما عطوه لابنها هالجنسيه، والظلم يدمر والعدل يعمر. مزبوط. بدك يكون معمر لبنان، راجع يتعمر لبنان، بده يتعمر بالعدل. صحيح، دائما نحن مع اكيد، مشان هيك هذا بالمنبر عنا حضرتك عم تحكي عن هذا الموضوع. بتشكر انا الاداره. انا بعرف انه بتقول لك شو خبرتي من ورا شو سمعت، اكيد الموضوع تبعته كمان مشاكل كثير اجتماعيه، زياده بحد البطاله لانه ما في يشتغل، الشخص بصير بمحل يائس اذا بدك، والشاب بكون يائس او الصبيه بتبقى يائسه لانها مش قادره تشتغل، مش قادره تعمل شيء، ومش قادره تسافر لبرا بنفس الوقت، يعني بيوصل لوقت بركي يوصل لحد اليأس، والإنسان اليأس ممكن يعمل أمور بركي من أخلاقية. يعني ابن خالتها يمكن يكون لبناني وهي لا، يعني قاعدة بعائلة هي منبوذة بيناتهم مثلاً، أو هو منبوذ إنه أنت مش لبناني ما تفتح تمك، يعني يمكن يدافع عن لبنان، يمكن يتحمس للبنان لما بتعطوه الجنسية، يعني خلص. صحيح. بزيد عنده اذا بدك حس الوطنيه. نعم، لانه هيك مش حيكون عنده حس وطنيه. طيب، عقبات كجمعيه الغنى الخيريه، كعقبات اذا بدك عقبات ماديه، اذا بدك عقبات مع المسؤولين، اذا بدك كل انواع العقبات يلي انتم بتتعرضوا لها او بتواجهوها كجمعيه خيريه بتقوم بهذا العمل السامي، كيف فيك تحكي لي عنها؟ لا، نحن عملنا المظاهره. انا زرعت والعمل هيدا خير ولوجه الله تعالى، يعني أنا جاي على هالدنيا مش آكل وأشرب بس وأنفع نفسي، أنا جاي على هالدنيا لمالي مفكرة بالآخرة، لمالي بدي أوقف بين إيدين رب العالمين، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالي عم يدفن واحد من صحابته، قال له اللهم إلقى طلحة تضحك إليه ويضحك إليك، أنا هيك حابة لما ألتقي برب العالمين يكون رضيان علي، يعني هيدا هالعمل ولا الثاني ولا الثالث، مشان انا اليتيم او الطفل او المحتاج او المهجر السوري الصغير هذا بيحرق لي قلبي، ما فيني ما اتفاعل. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، يعني اذا هو زعلان انا بدي ازعل هيك المؤمن، اذا هو ما معه جنسيه كانه انا بنتي ما معه جنسيه، إذا هو مقهور كأن إذا مش عم يأكل هيك المؤمن، هيك المؤمن بالكتب السماوية كلها مش بس حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أكيد شيخة، هيدا كإيمانك بيلي عم تعمليه. مشان هيك أنا كل شيء عم بعمله. أنا بدي بالعقبات اللي عم تواجهيها كرمال هالعقبات. عملت ما واجهت ولا عقبة، عملت المظاهرة. يلي عم بشوف يعني اللي عم بشوف تيقول يا عمي هالعقبات كيف فينا نساعد؟ لا، ما في عقبات. أنا كجمعية ما كان في عندي ولا عقبة، بتشكر أنا البلدية الدكتور بلال حماد والمحافظ وكلهم سعولي والشرطة وكله أمنوا لي وين بدنا نعمل المظاهرة، وكانوا يعني كان في تجاوب، كان كله تجاوب من الدولة، وأنا يعني اللي علي جمعت الناس وجمعت الحبايب وسعينا لإعلاء هالحق من حقوق المرأة، يعني نحن جمعيتنا لتمكين المرأة. صحيح. لتمكين هالأسرة، لتمكين هالطفل، لأسعى بكل النواحي. نحن إفطارات رمضان هلأ بلشت، يعني منساعد اليتيم، من طعمه، من لبسه تياب العيد، ومنعطيه عيديات. نحن جايين مشان نعمل إن شاء الله خير. يعني جمعية الغنى الخيري مش بس تتعاطى هذا الشأن، لا مش لا بس تتعاطى عدة أمور، للأيتام وللأرامل. نحن عاملين مشروع خيري للأيتام، يجمع اليتيم مع الأرملة مع بعض كمان. مش سالخين اليتيم لحاله جداً. حاطين اليتيم مع أمه ب 72، جايبين 72 عائلة
حنأمن لهم مسكن ونقعدهم مع بعض، والمرأة ما بقى حتوقف على باب الجمعيات وتاخذ مصاري، هي حتطبخ بقلب المطبخ اللي عاملين ليه، وحنعمل سوبر ماركت إلها لتشتغل، يعني مالتي فانكشنال كله البروجكت. والطفل حندرسه ونعمل له معاهد يظهر من هالمشروع الخيري مسنود ببيت، مسنود بشغل، مسنود بتعاليم الخير والإنسانية مع كل الناس. يعني بكل بساطة عم بتربوا إذا بدك جيل مش بس على الإيمان، على الخدمة الاجتماعية كمان، لأنه هذا كله مترابط. قلتي حنين مالتي فانكشنال، وأنا بهالكلمة بالرياضة عندي مهمة كتير، ولكن بالحياة كمان لتكون مهمة. مالتي فانكشنال يعني متعدد الأوجه إذا بدك، متعدد الاستعمالات ومتعدد التاب. شوف الإنسان أخو الإنسان، أحب أم كره، كل الأديان بتقول هالحكي صحيح. إذا أنا الإنسان أخوي بس اللي من أبوي وأمي، بكون أنا ما فيني إنسانية، بكون فيني تعصب بس. مزبوط. بس أنا الإنسان مين ما يكون بدق بابنا، نحن إن شاء الله يا رب نكون قد المسؤولية. طيب نرجع لموضوعنا نحن بالأعطاء الأم، جنسية الأم. طيب بدي ارجع شوي على الايفنت، لانه انا حابب افهم شوي على الايفنت. احكيني شوي حنين، انت كيف حضرتي هيك بطريقه بس، انت شو عملتي، كيف حضرتي، مع مين حكيتي هالقصص، الامور يلي بهم العالم انه بعتنا نحن انفيتيشنز انه بليز تساعدونا هيك، بس ما لقينا ابدا تجاوب، يعني مش بس يقول يعني قولوا لا، بس قولوا لا انه ما حنجي. اوكي بحس انه في ناس ما كان عندهم حتى يعني اذا غير مهتمين، يعني 15000 جمعيه بلبنان، 250 ببيروت، كنا حابين حدا يقلنا لا. سوري بعتذر، حقه هو حر أكيد. اذا بده يشارك معنا ولا لا. طب بس ابدا غيب. ليش بتشوفي هيك؟ شو السبب؟ بده يكون في اسباب او سبب او اسباب او او شيء او ما بقى في غيره على الانسان، يعني قلت لك اياها من حرقه قلبي، ما بقى في غيره على الانسان ولا لا صفه على مجتمعنا؟ كل واحد غيرته، لا غيرته على اسرته وعلى عائلته بس. طب غار وين الشهامه؟ وين الشهامه؟ قلت لك انا لبنانيه واولادي لبنانيه، بس لازم يكون انسان يعني حس باخوه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا لازم يحتلنا هلا كلام الانبياء، كلام محمد عليه الصلاه والسلام. هذول الحكيات ما لازم يكونوا بس حديث نسمعهم من الشيوخ، نسمعهم من المصلحين، بده يكون نحن عمليا عم نمشي فيه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه، انا بحب له لخي يكون معه جنسيه امه، ولا اختي، ولا للطفل الصغير لما بيولد. هيدا يعني الشيء اللي عم تعمليه، انا بقول لك بالجرح، بقول لك سامي، هو انه بالدرجه الاولى الموضوع كثير حساس، الموضوع كثير مهم. عم بقول لك انا باكد لك انه عم بيسبب افات اجتماعيه، افات انسانيه، عم بيولد كره تجاه كل الناس. أكيد. انا صراحه بعد لهلا كمطلع على هذا الموضوع ما بعرف، ما عندي اي سبب لا تمييز ضد المراه بدك تقول جيوغرافي ديموغرافي، ما مع انه نحن ما بعرف، المراه اللبنانيه مراه فاعله جدا وبتشتغل بكل الميادين، ما بعرف ليش. بس بعد 50 سنه انا بوعدك حيتذكروا انه هن عم يدفنوا جنسيه هالطفل، عم يدفنوا جنسيه المراه اللبنانيه، عم يدفنوها. واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، كانوا من 1500 سنه حطوها تحت التراب، كنا نضحك انه يي كيف كانوا يدفنوا المراه، هلا عم تدفن جنسيتها بعد 50 سنه، بيقولوا عن جد حرام كيف هالمراه اللبنانيه ما كنا نعطي ابنها الجنسيه. سؤال اذا عندك، ما بعرف اذا فيك تجاوبين على هالسؤال، بالعالم العربي كيف وضعيه هيدا الموضوع، اعطاء الام الجنسيه لولدها؟ ما بعرف، بعرف في لبنان يعني انا ما كثير بالعالم العربي. بدي انا ابقى شغله لازم اطلع عليها اشوف اذا بالعالم العربي كمان نفس الشيء ولا بس بلبنان. بعرف بالعالم الاجنبي اذا بدك باوروبا وبامريكا. كيف بالعالم الاجنبي؟ بيعطوه للولد جنسيه امه. لا انا بعرف اكيد هي أكيد. بتصور بالعكس شوي مع انه يعني بلبنان الغربيه، لانه دائما الام لها احقيه اكثر بالولاد. ايه. على كل الاصعده يعني. طيب. هنيك ببلاد اوروبا وامريكا اخذ حقوقها زياده، نحن يعني اقل حق من الحقوق، يعطونا شوي شوي من حقوقها بنحطهم عنا شوي. طيب كرمال المبادرات اللي حتاخذيها بالمستقبل في هذا الموضوع او بكل المواضيع اللي بتتعلق بجمعيه الغنى الخيريه، خبرينا كمان شوي لانه بدنا نعرف الفيوتشر تبعكم كيف. انا بس بتمنى بالفيوتشر بالمستقبل الجمعيه اللي بدها تعمل اي ايفنت بهالموضوع ما تقول لحالها، يعني لازم يروحوا يجتمعوا مع بعض ويجوا كلياتهم سوا، بتفرق، بيعمل ضجة بالبلد. يعني إذا نزلنا شي 10,000 أو 20,000 شخص، يعني معقول السياسيين يقعدوا يجتمعوا كرمالنا على دائرة على بس كمان دائرة. 1,000 شخص ما منا ما عملت شي، يعني أنا برأيي
الموضوع مهم والعدد كان كمان مهم. يعني ألف يعني شخص اجت التلفزيونات بتشكرهم، اجوا صوروا، والجرائد والمجلات اجوا صوروا، بس ما حدا حكي بالموضوع سياسيا ابدا. بس في عنا بالمجلس النيابي في عنا اذا بدك نواب من السيدات اهتموا بهذا الموضوع. انا بعرف انه يعني هي جربوا. لازم تكون فيها قوه، يعني حتى تكون فيها هيك زعل، يعني زعل، مش انه والله حكيت يلا خلاص حيت ومشيت القصه، لا يزعل، في حد اكثر، في حد فيها، في هيك غيره على هالانسان الطفل الصغير لما يخلق. صحيح. طيب حنين، كيف بتشوفي انت حالك كمسؤوله للاعلام بجمعيه الغنى؟ دورك بيقتصر على شو؟ على على نحن انه بنساوي فيديوهات، بنصور، يعني بنشغل بعض نحن شي 5-6 اشخاص، يعني بنصير بنجتمع بنقول هيك بدنا نساوي، اذا في ايفنت بنحضر قبل بوقت شو هن اللي لازم نصورهم، شو لازم نحضر، وهيك يعني مش بس ميديا، كلنا بنشارك بعض بافكارنا على كل شيء. هو الفيديو بسويه ليه؟ الفيديو بنساويه الفيديو بنساويه عشان انه ان كيس حدا ما كان معنا بليز شوفوا شو عملنا وهيك بينتشر. كيف طريقتكم لنشر الفيديو الفيديوهات اللي بتعملوها؟ مثلا انت قدمت للجمعيه، مزبوط، خير، كيف تتاكد انه توزع على الايتام والارامل؟ كيف تتاكد؟ بنصور لك اعطينا هذا الخير اللي انت قدمته، زيت، لحمه، دجاج، شفت انت قدمتهم هالقد، هذا الوصل بنصور لك اياه، هدول العالم اللي اخذوا، نحن الله كافينا وعاطينا. بنقول لهم اذا بدكم تعوا انتم وزعوا لهم اياهم، اذا ما بدهم مش فاضيين بنعمل لهم الفيديو، بنصور لهم كيف جبناه، بنصور لهم everything وبنحطهم بفيديو وبنقول له تفضل. عظيم، هيدا لتفرجوا للعالم العمل. انا كريديبيليتي اكزاكتلي. انا عم بقول كيف انتم بدكم توصلوا بعض الفكره تبعيتكم اكثر. يعني حطيناه على الغنى، حطينا على فيسبوك الغنى لافلي لاف، اوكي، لكن شو الغنى؟ الغنى اذا لافلي لاف الصفحه اللي فاتحين الصبايا بجمعيه الغنى، فاتحين صفحه وعم يا وعلى تويتر اي ثينك، ونحن يعني بالبرودكاست بي ام واتساب كلياتنا صرنا نبعث للسوشيال ميديا، بتعتمدوا كثير على السوشيال ميديا كثير. طيب انا بقول لكم انه غريب، برجع بقول لكم بستغرب ليش ابدا ما بكون في تجاوب هالقد، مع انه برجع بقول لكم انا وباكد انه بالمستقبل رح يكون في ضغط اكثر على هذا الموضوع، لازم كل المجتمع المدني يكون عم يتكاتف لانه هيدي شغله كثير سامه. بس برجع بقول لك انا بعرف انه في كمان ناس كثير بلبنان عم بيجاوبوا، خاصه شوف اذا عشنا انا وانت بعد 50 سنة بدنا نضحك ونقول نحن بذرنا هالبذرة الحمد لله شفنا ثماره. ان شاء الله لانه بنكون ما بعرف، انا برايي افضل طريقه لخدمه وطننا هي نكون عم نعمل بها الامور يلي هي في لها مشاكل عم بتسبب، برجع بقول لكم لشرخ كثير كبير بين الاجيال، عم يعني كل الاديان بتدعي كمان بنفس الوقت، وهذا انا اللي بشدد عليه، الاديان عم تنبذ كل شيء له علاقه بعدم لم شمل العائله، والعائله تكون متماسكه اكثر، والاخلاقيات بداخل العائله الوحده تكون كمان متماسكه اكثر، ولكن بنفس الوقت بنشوف ما عم نقدر نسن قانون بيعطي ابسط امور لم شمل العائله اللي هي قانون مثل اعطاء الام الجنسيه لولدي، اللي انا بقول انه هيدا حق مقدس. انا بدي اشكرك، بدي تقولي الله يخليك، الله يسلمك شيخه، اي كلمه نهائيه؟ انا بشكر اداره الام تي في اللي على طول بيستضيفونا بكرمونا، وشكرا كثير لكم ولانسانيتكم مع كل الانسان، مع كل الناس يعني، وبتمنى من يلي بيحب يحط ايده بايدنا مشان نحن بشهر رمضان المبارك كل عام وانتم بخير، لكل الامه العربيه انه نحن جمعيه خيريه وعنا ايتام وارامل وافطارات وعنا تياب عيد وعيديات، بنحب تتصلوا فينا على 70 69 71 71. بتحب تعيد الرقم مشان يكتبوه حنين؟ 70 69 71 71. مسؤوله الاعلام لازم يكتبوا. خفت منهم هلا برا تعمل لي شيء. طيب شيخه، انا شيخه ودكتوره، انا الله يبارك فيك يا رب، بشكرك انسه حنين كمان. نحن مشاهدينا رح نكمل نهارنا كمان بمواضيع كثير شيقه وكثير بتفيدكم.